خايف انه يفتح مع الهلال عشان لا تدخل على اهداف علي ابو سعود. شفنا الاتحاد يمكن خصوصا هالموسم هذا الفريق الوحيد اللي يمتاز في بناء الهجم من الخلف، وكان يستلم من الخلف ويلعب ويحاول انه يسكر منطقته، ما يبي يفتح مع الهلال. حاول الشهراني من جهه اليمين محاولات، وايضا الاتحاد بسعود يعني في له هجمات كان ممكن يسجل فيها هدف، ولكن تعمد انه يسكر منطقته عشان ما يطلع نتيجه كبيره. لكن نتيجه اشوفها انه متكافئ ابو سعود، ما كانت المباراه اني يعني جماليه ابو سعود، وانه كانت ضغط كثير حق يمكن حق الاتحاد. الشوط الثاني ابو الهي امر طبيعي، امر طبيعي، انا مسكر ورا وانت بتضغط علي، امر طبيعي. بس الفوز النتيجه الايجابيه كان يبيها الاتحاد برضه يعني اكيد يا حبيبي، عارف فريقكم كان تفتح معاه 50 مليون قيمه السوقيه، لا فريق الاتحاد 30 مليون، شنو فرق 20 مليون؟ وسيف صعب يكون مع الهلال ويلعب معاه وزيد الرتم 10 و20 مليون. حاول الهلال وزيد 3 4 وسيف نقطة. لا الاتحاد فريق كبير، فريق كبير اي، بس كم في قيمة سوقية؟ فريق كبير. واليوم انا صراحة في لقطة يا عزيز، انا ما عجبتني اليوم لاعب الاتحاد بعد ما انتهت المباراة. طبعا النتيجة مصالح الهلال 0-0 مصالح الهلال جدا، يعني يمكن يتعادل معك 50-50 يعني ما لها شغل المنطق. شوف عزيز تبي تعاند المنطق يقول النتيجه من صالح الهلال 0-0 زين، واذا تعادل معك 1-1 1-1 انا اقول لك كمنطق انه زين اي عزيز، وانت ادري وادري انك تدري إيه؟ تروح اللاعب بعد المباراه تسجد على النتيجه 0-0 النتيجه ضدك. ليش ضده؟ ها؟ ضد الاتحاد؟ ما دخل مرمى جول 0-0 جمهورك صفر. جمهورك ال 65 ألف راح تخسرهم بالهدف، بس تعادل ما خسر 0-0 ايه في 1-1 يصعد الاتحاد. تعادل بأرضك تسجد، بالعكس لازم تزعل. لا 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 اتحاد كبير، كيان كبير، انت اللاعب ما تسجد، بالعكس تزعل تكون يعني هذا يزعل تعرف متى؟ اذا كان الهلال فريق ضعيف يزعل، صح انه ما فاز عليه، لكن فريق الهلال انت معتمد انه ضعيف؟ انا اقول لك برضه النتيجه افهمني يا ابو عبد المحسن الله يرحم شيبانك، افهمني النتيجه ما هي مصالح الاتحاد، يعني انت تطلع يلعب يطلعون زعلانين ليش يشكرون الله؟ ما يشكرون، ما دام يشكرون الله الا يشكرون الله كلهم يشكرون.